مشاهدينا نحييكم من جديد وما زلنا معكم نتساءل مجزرة المنصورة ماذا بعد. طيب قبل ما اكمل مع ضيوفي هاخد اللواء عبد الوهاب بازيد مساعد رئيس جهاز مباحث امن الدوله في الوجه الابلي السابق. سيد لواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهلا بحضرتك يا استاذ. سيد لواء يعني عايز بعض المعلومات كده من خلال معرفتك المعلوماتيه بطبيعه عمل ومنهج واساليب الجماعات التي تتشح حذيفا باسم الإسلام وتمارس الإرهاب. يعني لما أجي أقول هذا الحادث في المنصورة أيوة. هنا يعني على الفور هل يمكن أن أتهم جماعة الإخوان ولا في جماعات تعمل تحت عباءة الإخوان وتتحالف مع هي أنصار البيت المقدس أعلنوا مسؤوليتهم وهي جماعة حتى في بينهم وبين الإخوان غزل شديد وفي صفحات الإخوان حتى يدعون للدخول على صفحاتهم. هنا لو أنا حبيت أسأل وهل يمكن أن ينفذوها بدون الاستناد إلى نشاط الإخوان في المنصورة؟ أستاذ وائل أنا عايز أقول لحضرتك أن أنا يعني شرفت بأني خدمت لمدة 7 سنين مفتش مباحث أمن الدولة في الدقهلية لمدة 7 سنين. فأنا عايز أقول لك إن الدقهلية فيها هي بؤرة إخوانية والتواجد الإخواني فيها كثيف جدا. أما الأنشطة الإرهابية الأخرى فمحدودة. وخلال 7 سنين وجودي في الدقهلية لم يحدث في الدقهلية غير واقعة واحدة وهي واقعة الهجوم على مدير بنك مصر في الدقهلية وقتله. وده كان عيال جايين من المعصرة حلوان ارتكبوا الواقعة واتضبطوا في نفس مكان الحادث واتحكموا واعدموا وانتهت القصة. النبأ الإخوان فما بؤرة رئيسية لجماعة الإخوان في منطقة الدلتا كلها يعني تعتبر المركز الرئيسي للإخوان في الدقهلية. يعني هنا النشاط الإخواني والعمل السري فيه كبير وموجود هو النشاط الرئيسي في الدقهلية. وكان مسؤول الإخوان اسمه إبراهيم هلال يسكن على بعد أمطار من مقر فرع أمن الدولة في الدقهلية في المنصورة. غاية وسكينة إبراهيم مباحث يعني. إبراهيم هلال ساكن جنبنا يعني في شارع طريق أولونجيل. طيب من خلال مشاهدتك للعملية بهذا الشكل التفجير أيوه. هو الأول من نوعه، حجم التفجير كبير. تمام. هنا تعتقد إنه الإخوان لا يمكن أن يكونوا بمنأى، يعني طبعًا إنه لا يمكن أن تكون هناك جمعية خيرية زي ما قلت في مقدمة الحلقة تنتقم للإخوان يعني لسقوطهم يعني. لا 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 فكرة إطلاقاً أن يتنصل الإخوان من هذه العمليات الإرهابية هل تصدقها؟ أنا استبعدها. وطبعا الوضع الطبيعي أنهم يتنصروا لأنك أنت شفت الشعب هتف بإيه أثناء تشييع الجنازة. قال لك الشعب يريد إعدام الإخوان. ده الهتاف الذي يدوي في المنصورة. فلازم يجري ولازم يهرب ويقول إن مش أنا عشان يعني لا يجرؤ أن يعلن مسؤوليته عن هذا الحادث. لا يجرؤ. طيب أيضا من خلال خبرتك المعلوماتية والأمنية كيف أيوة. يمكن أن نواجه الإرهاب المسلح بهذا الشكل؟ يعني هل تعتقد أنه كان مقبولاً أنه مديرية أمن مستهدفة بهذا الشكل لا تكون أو لا يتوفر لها الحماية الكافية والاحتراز الكامل؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس عشان لا نلقي المسؤولية على الناس. أنا موجود حالياً بكلم حضرتك من أسوان وأنا شايف المديريات عاملة إجراءات يعني شديده جدا لم تحدث من قبل. لكن عربيه جت وقفت صدفه لمده معديه وقفت ثانيه هوب انفجرت ملهاش علاج اطلاقا. لكن انا عايز اقول حاجه هو الحل الرادع لهذه التصرفات هو ان الدوله رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الفريق أول وزير الدفاع ووزير الداخلية يتكاتفوا في إصدار قرار بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري لإصدار أحكام سريعة وعاجلة ورادعة.
وهذه الأحكام وهذه الإجراءات هي التي قضت على الإرهاب في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك. مش خايف تتهم الدولة باللجوء للمحاكم الاستثنائية؟ ما حسني مبارك طبق الكلام ده 10 سنين، ما حدش اتهمه يعني، وكان يعيش في حضن أمريكا. انت شايف انه القضاء العادي بطول مدته بانه يا استاذ وائل لجوء المتهمين لغض المحكمه وتنحي المحاكم دايرتين يتنحوا عن نظر قضيه، ودايره ثالثه مش عارف واقع تسب ايه وبرضه تتنحى، طب وبعدين؟ طب هنجيب منين يعني؟ هنعمل ايه يعني؟ وبعدين القضاء العسكري ده قضاء معترف به في العالم كله. القضاء العسكري قضاء معترف به، والقضاء العسكري هو الذي انهى على الارهاب في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. كانت القضيه تتضبط خلال 30 يوم، كان المتهمين يتضبطوا، يتحقق معاهم، يتحبسوا، تصدر الاحكام، تنفذ احكام الاعدام، كل ده بياخد 30 يوم. طيب يعني دي افكار بيقدمها اللواء عبد الوهاب ابو يزيد. بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر. اكمل بقى مع ضيوفي. طيب مقدم محمد رشدي، في يعني هنا العمليه الارهابيه بهذا الشكل، هل هي عمليه نوعيه يعني لم تحدث من قبل، وانه حجم التفجير ويمكن أن أقول نجاح تحقيق الهدف على أرض الواقع حتى لو لم يتحقق في المستقبل، لكن نجحت العملية الإرهابية وفقا لما خطط له الإرهابيون، كيف يمكن أن نواجه ذلك وإيه أوجه القصور هنا؟ هقول لحضرتك حاجة، الإرهاب مش وليد النهاردة، وأنا خريج التسعينات وحضرت الإرهاب في الصعيد، أي نعم ما كانش بهذه القوة، ما كانش بهذه الشراسة. ما تنساش برضو ان هنا التقنيات اللي مع الجماعات الارهابيه حاليا اقوى واعنف وتطورت، ولابد ان احنا نواكب هذا التطوير. احنا قمه تسليح مع حضرتك السلاح الالي والطبنجه. السلاح الالي والطبنجه. قد يكون في منه تنويع الهتلر. النهارده انت بتشوف ار بي جي ومتعدد و و و و وتقنيات، ومعاهم النهارده قنابل على اعلى قدره من التفجير والتحديث. فمش معقول انت هتقف، لابد ان انا النهارده عشان اقدر اواجه هذا الارهاب يكون اللي انا بشتغل بيه يوازيه بل اعلى. لازم انا اكون اقوى عشان اقدر اجاريه واقضي عليه. لكن الارهاب مش جديد، الارهاب قبل كده كان في التسعينات، وحضرتك لو فاكر غزا الصعيد وقضينا نقف وقضينا عليه، قضينا عليه وان شاء الله هيتقضى عليه. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، لابد من تكاتف الشعب معانا. الشعب بلا شك رجعت الامور طيبة جدا جدا. لم الإعلام يحدث انه الشعب يلتحم مع أنا بقولها بهذا الشكل الذي نشاهده ونعيشه الان يعني. انا بقولها. بس حضرتك قمة تلاحم الشعب معانا هيبقى نزوله للاستفتاء، انا مش بوجه. مش بقول له قول لا او قول نعم. لا. بس حضرتك دفاع عن هوية وطن، دفاع عن حقه انه يعيش في وطن بدون إرهاب، حقه انه هو يعيش في وطن ديمقراطي ما تفرضش عليا حاجة، ان هو ينزل يوم الاستفتاء. واحنا مش هنقصر، بالعكس احنا كلنا زي ما قال هشام بنقدم وهنقدم، وقدمنا على مر السنوات، بس الشعب لابد ينزل يوم الاستفتاء مجرد نجاحه. ما هي دي أقوى رسالة ضد الإرهاب المسلح، إنه الناس فعلا تنزل وتصطف وتحتشد وهتلاقيني في الاستفتاء. وإن شاء الله هتلاقيني، هتلاقيني من أول باب بيته وهو بينزل وهو بيتوجه للمدرسة. هتلاقي رجل الأمن يعني. طبعا قوات مسلحة معانا، هتلاقيني واقف بحميه في الصف، مش هخلي حد يأثر عليه. زي ما شفنا الانتخابات اللي فاتت حضرتك واللي قبلها واللي قبلها، كان استفزاز رهيب. لا صامدون، هخليه يقف في الطابور حضرتك زي ما بنشوف في الدوره الديمقراطيه، يدخل يدي صوته لحد باب اللجنه لحد السيد المستشار وهو امن تماما، ويروح بيته امن. نزول الناس ده الرهان القوي جدا لهذا الشعب. انت النهارده حضرتك شفت الجنازه قد ايه؟ ولا دي فوتوشوب بتاع خالد يوسف؟ ده طبيعي اللي بيتقال النهارده ده. يعني دعنا لا نعبأ ولا نهتم بما فنزول الشعب النهارده في المنصوره يقولونه يعني.
نزول الشعب النهارده في المنصوره قدم ملحمه. الناس النهارده كانت بتبكي بشده. احنا شايفين اهوت الحشود الضخمه وكانها تذكرنا مش معقول دي قرايب الضباط بس والافراد اللي هي تلا دي شعب المنصوره كله طالع. فنزول الشعب يوم الاستفتاء انا بعتبره اول خطوه للقضاء على الارهاب. وتبدا المرحله بتتم. حضرتك لما بنجح النهارده في تامين الاستفتاء ده دافع ليا قوي جدا كضابط كجهاز شرطه. دافع قوي جدا للناس ان هي تحس بالامان. تتخيل حضرتك بقى النجاح بعد كده في الانتخابات طيب. الرئاسيه. قوه التفجير بقى ليست ملفته للانتباه؟ الا تدل على انه نحن امام جماعات تتلقى تمويلا ضخما ولديها تنظيم هيكلي كبير؟ ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحوار ان الارهاب تطور والتقنيات اللي معاه تطورت بلا شك. طبعا قوه التفجير خلفت اصابات كتير شهداء زي ما تفضل السيد العقيد محمد وقال متر ونص. يبقى معنى كده انه بيتطور وفي دعم قوي جدا ان هو بدا يجيب. وحضرتك فيه ده في نفس الوقت كان في تفجير في العريش. حضرتك عارف كده ولا لا؟ يعني خلينا بنقول انه سينا لها خصوصيه يعني يتم مره واثنين في اليوم في الواحد الارهاب يعني والتقنيه عاليه. حولها الاخوان للاسف الشديد الى مرتع لكل الجماعات المسلحه والتكفيريه من داخل وخارج مصر. يعني عندكم في مديريه امن البحيره في بعد الحادث الارهابي هل تم تحصينها؟ هي كانت محصنه من الاول وبلا شك ان بيتعاد بقى تدعيم الحراسه اكتر. طيب وتلافي الملاحظ واللي احنا شفناه. قبل ما اسال الرائد محمد الطنوبي هسال الاستاذ عادل حسن من اسوان. استاذ عادل اهلا بيك. اهلا يا فندم. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير. اتفضل. عايز تعلق عليه يا استاذ عادل؟ اتفضل. انا يا فندم اولا يعني دعني ان انا اتقدم بالاصاله عن نفسي وعن شعب اسوان بواجب العزاء للسيد وزير الداخليه وشعب المنصوره في مصابهم الاليم وده اصاب مصر كلها. وفي نفس الوقت المنصوره ليها جميل علي لان انا خريج المنصوره دفعه 82. فعايز اقول بالنسبه للاحداث اللي احنا شايفينها جزئيه واحده ان مديريه امن اسوان بتقع على كورنيش النيل وبين عفوا مدخل المديريه وطريق الكورنيش مفيش متر اللي هو الرصيف بتاع المشاه. فمستهدفة. وأنا بناشد السيد الوزير وزير الداخلية والفريق السيسي ومحافظ أسوان والمهندس إبراهيم محلب الناس اللي بتشتغل بس بناشدها إن لازم مديرية أمن أسوان تتنقل من المكان اللي هي فيه دلوقتي وتروح عفوا في انت شايف أو أسوان الجديدة شايف مكانها دلوقتي من الكورنيش مكانها دلوقتي يسهل استهدافها منطقة الخطورة ومنطقة ايه هي يا ريت كمان تتنقل معاها محكمة أسوان لأن عفوا نقل المتهمين بعربيات الشرطة والمناظر دي الأجانب بتصورها رغم إن السياحة اتقضى عليها. ونسأل الله إنها بعد الدستور تعود وبمجهود هشام بيزعزوع الناس اللي بتشتغل في الوزارة عفوا الوزارة المتخاذلة وما تستناش بكرة إنهم هيدوق قرار إنها تكون عفوا جماعة إرهابية. لا ده عشم ابليس في الجنه لان لو عايزين يعملوا كده كان اتعمل من زمان يا فندم. ده لا اول حادث ولا تاني ولا تالت. فلازم لازم يا وائل بيه يكون في ضغط بس انا اللي يهمني محافظه اسوان. انت هنا بتحذر ان مديريه امن اسوان في من الممكن جدا يستهدفها في اي دقيقه يسهل استهدافها. انا خايف على الساده الضباط وخصوصا واحد زي اللي هو حسن السهاجي ده راجل بيشتغل وبيشتغل صح وصح الصح ومعاه فريق امن دوله فريق بحث جنائي يعني اعتقد بعد يعني توجيه اعتقد كمان انهم لازم يكونوا عارفين انه مديريات الامن بوجه الرساله دي ليهم على الهواء مباشره. لازم مديريه امن اسوان يا وائل بيه تتنقل وتروح اسوان الجديده المسطحات يعني عفوا مساحات شاسعه ومش لاقيين اللي يشغلها. المديريه ما يكونش موقعها كورنيش ولا المحكمه. الاثنين غلط يا فندم وفي منتهى الخطوره.
ممكن تسوق اعلاميا من ناحيه السياحه بالنسبه للمتهمين، وده شغل الشرطه، وبتنقلهم متكلبشين مش معقول هياخدوهم في احضانهم، بينزلوا في الكلبشات. استاذ عادل، لازم المنظر ده لو اتصور هيكون على العالم، يقول لك حقوق الانسان وحقوقه مش عارف ايه، وده شيء طبيعي لان ده عمله. الشيء الثاني عفوا، المديريه نفسها مستهدفه، خيره شباب الوطن اللي موجودين في المديريه، ده مكتب مدير الامن في الدور الاول العلوي. طيب استاذ عادل حسن، بتوجه لك بالشكر. مهندس احمد رام، رئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه بالدقهليه. مهندس احمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا قلبي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازي صح؟ انت عزينا للساده الشهداء والاهل مصر كلهم. احنا هنا في الدقهليه يعني في قمه الحزن، بنعزي مصر كلها ان شاء الله. مع الشهداء نوجه لهم دائما التهاني وليس التعازي، لكن ان شاء الله سنواجه هذا الإرهاب المسلح، وبدماء الشهداء سنبني وطنا يخلو من الإرهاب والعنف. قول لي انتوا هتعملوا ايه في المحلات اللي تم في خسائر كبيرة في المحلات؟ يعني خسائر فادحة، خسائر ضخمة جدا، وقطاع التجار صراحة من أول الثورة هو القطاع الوحيد اللي ما كانش له أي طلبات فئوية، وكان واقف بجانب الثورة ومساند للشعب المصري دائما، وهو طبعا وقود الاقتصاد. اليوم على الفور يا وائل بيه، بعد الحادث الأليم اجتمعنا اجتماع طارئ وقررنا دعم التجار ب 2 مليون جنيه، تجار المدارين في محيط مديرية الأمن. يعني المحلات نشوف كده يا جماعة، المحلات المتحطمة أدوار بالغة لا دين ولا شرع ولا عرف ولا أي حاجة في الدنيا تقول الكلام ده أبدا. هتدعموها ب 2 مليون؟ 2 مليون جنيه إن شاء الله. يعني طبعا ده كويس جدا، ده يساهم، لانه الحقيقه الناس دي يعني للاسف الشديد المحلات دي عشان تتصلح وتترمم هتحتاج مبالغ ضخمه، عيشهم اتقطع، كل محل من ده بينفق على عيله او اكتر، ربما على اكتر، على عائلات يعني، على اسر فعلا. وده اقل شيء تقدمه الغرفه التجاريه للساده التجار، وده مساهمه بسيطه نوع بس من التواجد. احنا معاكم، احنا في ظهركم ما نسيبكوش، بس هو الكلام لا يفي بالغرض، بس هو ده مساهمة رمز. بنحييكم على هذه المبادرة يا باشمهندس أحمد، بتوجه لك بالشكر، ألف شكر. رائد محمد الطنوبي هنا، هل القضية قضية إمكانيات فقط؟ يعني ما تحدث عنه الرائد النقيب هشام صالح منذ قليل على أنه الإمكانيات مهمة جداً، يعني هل نقص الإمكانيات هو اللي بيجعل بعض الإرهابيين ينجحون في استهداف منشآت أمنية وفي استهداف ممتلكات عامة وفي استهداف أشخاص بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هبدأ حديثي الأول، طبعا يجب أن نوجه عزائنا لأسر الشهداء وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتقبلهم فيما نتقبله في عاطر ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده حضرتك صدق الله العظيم، حضرتك قلت احنا لازم نبقى فرحانين بالشهداء ومش زعلانين عليهم. اولا الظلام لا يمكنه ان يبدد الظلام، الضوء هو اللي يبدد الظلام، والكراهيه لا يمكنها ان تبدد كراهيه، فالحب هو وحده هو اللي يمكن ان يؤدي الى تبديد الكراهيه. احنا يجب ان نضع في الاعتبار ان الامن مش امكانيات فقط. الأمن إحساس، الأمن معلومة. قبل الإمكانيات أنت هتجيب المعلومة إزاي؟ الأمن الوقائي، الأمن الوقائي في مصر معتمد على أجهزة معلومات كانت في بعض الأجهزة الخارجية وبعض الخونة والعملاء اللي داخل البلد كانوا حاولوا يفتتهم أجهزة المعلومات في مصر، وكان من أهم هذه الأجهزة طبعا مش هنتناسى دور المخابرات العامة والمخابرات الحربية، الأمن الدولة. أمن الدولة يجب أن يعود، احنا بنشدد أن ده من أقوى وأهم أجهزة المعلومات في مصر. لو حضرتك تعود للوراء، المعلومة مفيدة إزاي؟ المعلومة مثلا في شهر إبريل 2012 إبان مجلس الشعب المنحل كان حاولوا يفتتوا الجهاز، حاولوا يفتتوا الوزارة. حضرتك تتذكر أن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب كان قدم مشروع
علشان يفتت وزارة الداخلية، كان عايز ينقل تبعية جهاز الأمن الدولة والأمن الوطني لرئيس مجلس الوزراء. كان عايز يعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة، يضيف ليه ناس من خارج الجهاز، ناس حقوقيين، ناس صحفيين يتم ترشيحهم بمعرفة مجلس الشعب، يتم ترشيحهم بمعرفة رئيس الجمهورية. المعلومة وصلت، ربنا أكرم، كان في توجه في الوزارة، أجهضنا هذا التوجه إن هم يفتتوا الجهاز. المعلومة بأكد عليها، المعلومة مهمة. لو حضرتك ترجع لورا، احنا برضو في أول 2012 حتى شهر 5 كم المعلومات اللي تم رصدها، وربنا أكرمنا إلى حد ما، طبعا غير خافي عن البعض، إن الناس اللي في الداخل ومدى اختراق الحدود المصرية وكم المتطرفين والتكفيريين. أنا بس حابب أقول حاجة قبل ما أدخل في الموضوع ده، كلمة جهادي، اللي بيجاهد ده بيجاهد في سبيل الله، احنا مش عايزين نكرر الكلمة دي خالص. الكلمة ديت احنا بنرفعهم لمنزلة كويسة، احنا مش عايزين نرفعهم، دول هتنزل نخسف بيهم الأرض. الجهادي ده لأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد انتهى. ده هو التعبير الذي يطلقونه على أنفسهم، لكن احنا زي النهاردة اللي حصل النهاردة ده، شخص على ما أعتقد والمعلومات اللي بتقول إن هو شخص منتحر، شخص انتحاري بعبوة ناسفة، بحزام ناسف، بسيارة لا تقل عن 800 كيلو جرام المتفجرات، لا تقل 800 كيلو لا تقل، بهذه الفجوة والقطر الدائري اللي عملوه اللي اتعملت، وكم هذا الدمار الهائل لا تقل عن 800 كيلو جرام. وأنا على ما أعتقد، أنا لست خبير، إن هي مش مادة TNT فقط، أكيد في مواد مستخدمة أكتر من ذلك، وده بيدينا دلالة واضحة إن في زي ما حضرتك قلت والزملاء قولوا، إن في تنظيم، في دعم، في فلوس، في تمويل، في معلومة كويسة. طبعا احنا ما فيش حد في جوله في العالم تمنع الارهاب، عشان برضو نبقى واضحين زي الشمس، احنا عمالين نتكلم في امكانيات، امكانيات مطلوبه، اللي قبل الامكانيات المطلوبه المعنويات، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، احنا عايزين معنويات تبقى مرتفعه، احنا مش عايزين فلوس. احنا تربينا ضباط الشرطه وضباط الجيش وهم في الكليه كل يوم لازم يقولوا كلمه مصر، لازم يحيوا العلم، فمستحيل هنتكسر مهما كان. فيش حد تجرب كده حضرتك كل يوم قول مصر مصر مصر، احنا بنقولها كل في الكليه وبنحيي العالم كل يوم. مفيش مواطن بيعمل كده، جربها هتحس احساس ثاني خالص، هتحس بالاحساس اللي احنا بنحسه. احنا مش هننكسر حتى لو ما قدمناش امكانيات، احنا مش هننكسر، احنا موجودين وصامدون ومرابطون، بس احنا برضو لازم نحس، هتفرق في النتائج، احنا لازم معنوياتنا تبقى مرتفعه. احنا عايزين الامكانيات تزيد، امكانيات موجوده بس في حدود امكانيات البلد، احنا عايزينها تزيد اكتر من كده شويه علشان نقدر ندي اكتر من كده شويه. زمايلي في الشارع ما بيهمهمش حاجه، الحمد لله شكرا لحضرتك، شايف الاداء في الوتيره بتطلع ما بتنزلش، رغم ان احنا كل يوم بنتعرض بشيء يومي مسلسل مستمر ايه اللي بيحصل لنا. فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى اني نلعب على المعنويات، يبقى في تحرك اعلامي. السؤال بعد اذن حضرتك، الحرب الجايه مش حرب ارهاب بالسلاح بس، خلال 5-6 سنين الحرب بالسلاح دي هينتهي للعلم والمعلومة، الحرب هتبقى حرب معلومات وحرب نفسية. احنا لازم برضو مش هنهتم برضو بالتسليح، نرفع بمعدلات التسليح، دي بتدينا قوة ليس إلا قوة معنوية، انما احنا هنشتغل في الفترة الجاية، وده اللي انا متأكد ان الامن الوطني والمخابرات العامة شغال عليه، اللي احنا بنشتغل على حرب المعلومات، الحرب النفسية. هم بيفتتوك نفسيا، هم بيدولك إحاء زي ما بيحصل، ده هو المجلول بس مش يقتل، عشان تبقى عارف، هم بيدولك إحاء علشان يدي قنبله في وشك عشان يفشل لك الاستفتاء. زي ما قلت لحضرتك، دي علامه فارقه في التاريخ المصري. انت الاستفتاء هو بيدي لك، زي ما محمد بيه قال وزي ما زمايلي قالت، هم اهمهم، لان ده هذا الرمق الاخير، هذا الرمق الاخير لكل اعداء الوطن. انا ما بميز، انا راجل ضابط شرطه، بس كل من هو عدو لهذا الوطن، الذي لا ينتمي لهذا الوطن، هو بيدي لك رساله واضحه، ودي حرب نفسيه، بيديك رساله واضحه ان البلد مش مستقر. فاحنا بنقول ان الحرب القادمه حرب معلومات اكتر منها حرب سلاح ودم. احنا هنحارب وبنحارب، احنا بنحارب لوحدنا والسوائل، الجيش والشرطه بيحاربوا في البلد دي لوحدهم، التضحيات اللي موجوده من الجيش والشرطه احنا مش عايزين حد يقدرهم. احنا عمرنا تاجرنا، سمعت ان احنا تاجرنا بدم ضابط او شهيد او مجند او امين شرطه؟ عمرنا، احنا بياكلنا كل يوم، هم اي شخص بيموت بيتاجر بيه، احنا عمرنا ما هنتاجر بحد. حاجه تانية انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش برضو حرب امكانيات زي ما قلت حضرتك، احنا عايزين من ضمن رفع الروح المعنويه
نحس ان احنا متامنين واحنا شغالين، مش متامنين بس في صدير الواقع او في نوع السلاح. انا عايز تامين تشريعي ليا، انا عايز تامين تشريعي ليا استكمالا للحديث. انا مش هنتظر لمجلس الشعب القادم. حضرتك لو حسيت اللي انت بتشغال وانت مؤمن تشريعيا وفي ضوابط، طبعا الدستور، وانا طبعا بشكر لجنه الخمسين نص على ان يجب ان توفر الدوله الضمانات اللازمه لاداء رجل الشرطه، ده مكسب لينا انا مش هنكر ليه. بس انا مش هستنى، انا عايز ضمانات، لان هو نص ان وفقا للقانون، القانون بعد الدستور هننتظر مجلس الشعب. انا بعد اقرار الدستور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الناس كلها هتنزل يوم 14 و15 واحنا بنطمنهم ان شاء الله، عايز في تعديل تشريع او قرار بقانون من السيد المحترم الفاضل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه، يجب ان ينص على توفير الحمايه التشريعيه والقانونيه اللازمه لرجل الشرطه بالاضافه لتوفير الامكانيات اللي زميل هشام اتكلم فيها. فاذا احنا بنتكلم على رفع الروح المعنويه، بنتكلم على حرب المعلومه، بنتكلم على جهاز الامن الوطني، واحنا بنقول ان الجهاز ده قوته من قوه البلد، سكوته من سكوت البلد. لو تلاحظ حضرتك ان الاعمال الارهابيه في الفتره الاخيره ما بتستهدفش المواطنين، او طبعا في اصابات وقتلى من المواطنين، بس هو بيستهدف جهاز الشرطه، بيستهدف الجيش. ليه؟ الشرطه او القوات المسلحه لو وقعت هو مش محتاج يبذل مجهود مع الشعب، بدون حمايه للشعب من الجيش او الشرطه لو وقعهم البلد هتقع. طبعا حضرتك شفت القائد العام للقوات المسلحه والوزير برضو بتاعنا، احنا مش هننكسر، واحنا علشان يكسرونا لازم يموتونا كلنا، وده طبعا مش هيحصل ان شاء الله. طيب هاخد تعليقات اخيره كده فيما يتعلق، لانه البعض بدا يتكلم على انه كمان الكنائس ستكون مستهدفة خلال الأيام القادمة يعني، وبالتالي هنا البعض يقول بأنه نطالب الناس بحماية الكنائس. هشوف ده كده يعني، يعني عقيد محمد، فكرة أنه الناس تحمي ده يعود سلبا على الأمن ولا إيجابا؟ يعني هنا البعض بيقول فكرة أنه الناس تشارك في الحماية حينما يكون هناك مخططات من هذا النوع يمكن أن يأتي بنتيجة سلبية من اندساس البعض، هي صحيح فيها روح طيبة، لكن هل تعتقد بأنه مبادرات من هذا النوع بتكون مفيدة، وهل الكنائس يمكن أن تكون مستهدفة بالفعل؟ أنا هجاوب على حضرتك، بس قبل ما أجاوب على حضرتك عايز أقول لحضرتك أنا خمس ساعات رايح وخمس ساعات جاي في ظروف المواصلات، عندي رسائل إذا ما وصلتهاش أنا أحس إن أنا حاسب وخسارة اللي أنا جيت. لا اتفضل اتفضل. لازم استكمل كلام هشام ومحمد بخصوص الامكانيات. التعاون بين الوزارات ده مفقود. انا في تعاون مع التربيه والتعليم، المدرس الاخوانجي اللي بيدوا له الكنترول فيلف على الطلبه عشان يقول لهم انا اللي هنجحكم، فيخش النهارده بعد وقعه الارهاب ديت يعمل لهم احسن، ده لسه هوريكم فين اجراء التربيه والتعليم. في مدرس عمل كده بالفعل، عمل كده في مدرسه الملك الكامل في المنصوره النهارده، والمدرسين كلموني واحكوا لي الحكوه كامله يعني بدون ذكر اسامي. فين النهارده واحد قال عيب او لا او ما يصحش لرئيس جامعه القاهره لما جه قال له بيتهم الشرطه لا، واستضافوا احد البرامج ويقول له ده احنا هنوثق النهارده تقرير المعمل الجنائي هنوثق عدم تورط الداخليه بشكل نهائي. فين العقوبه اللي على رئيس الجامعه؟ في 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 قتل طالب كليه الهندسه. انا ماليش دعوه بوزير التربيه والتعليم، هو راجل ثوري وراجل كويس وراجل محترم، بس انا معاك فعلا الحل الامني ليس كافيا. لما تبقى وزاره التربيه والتعليم تتجاهل او لا تواجه ارهابا من قبل بعض المدرسين المنتمين للجماعه او اي وزاره ايضا، انا طبعا اتقمص شخصيه وقلب رشيد 3 دقائق. طب اتفضل بعد اذن حضرتك وبعدها رد زي ما انت عايز. ده يساعدني. هذا الموقف ادى الى ان ضابط وشه اتحرق في الامن المركزي في المنصوره، حصل مظاهرات، مدير الامن شاف واقعه القاهره قال لا نرجع ورا شويه ونسيب الطلبه تاخد راحتها، جايز ربنا يهديهم ويرجعوا. رجعوا ورا شويه، نتج عنه جابوا ماده عباره عن بويه وعباره عن بنزين حدفوها في الوش ورموا عليها طلبة الإخوان، حرقوا وشه وحرقوا عربيتين ومدرعة عشان خاطر اللي أنا رجعت ورا. أنت شايف كلام الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ما هو يا باشا عن اتهام الداخلية ده، فخلى إحنا الأمن يقول لك كفاية بقى إحنا ترجع لورا. إحنا عبارة عن تراكمات خبرة، بتفرج على موقف يحصل في الإسماعيلية،
انا بتعلم منه في الاهليه بالايجاب والسلب، لا اما يضيف لي لا اما يضيف عليا. اذا خدت منه الشق الايجابي ضاف لي، اذا خدت منه الشق السلبي ضاف عليا. يعني ايه عسكري يمسك طوبه ويحذفها؟ انت حضرتك النهارده كاعلاميين علاجك الكلمه والقلم، وانتوا قادرين تسكتني والبرنامج برنامجك وترد عليا وتقطعني زي ما انت عايز. انا بخرج من الامن المركزي من تسليحي بملى جيوبي طوب، انا بملى جيوبي ايه؟ ميه، عصايه، خرطوش، مفيش مشاكل من ضرب النار عند الوجد في الامور الارهابيه. يبقى انا ما استخدمش غير ادواتي زي ما حضرتك بتستخدم ادواتك، انا ما استخدمش ادواتي. العسكري اللي انت بتشوفه بيعيط ده بيعيط عشان حاجه واحده، انه معاه امكانياته وانت حايشه يستخدمها. طب لما يستخدمها ده قانون ولا مش قانون؟ طب ما تسلحوش، قول له انزل املى جيوبك طوب وانزل احذفهم. ما هو مش مستحيل. لما بيستخدمها بتقول بيدخل السجن يعني ويتهم بالقتل ومن غير السجن، ده قانون ولا مش قانون؟ انا من حقي استخدم الميه والخرطوش بتدرج ولا مش من حقي؟ طب من حقي انت بمسك طوبه ليه وزقلها؟ رحمه بيا بالمواطن. ضغط نفسي وعصبي على متواصل. تعال نتكلم في الساده المحافظين. سيد محافظ عشان يبقى ثوري لغى تخصيص حته ارض للضباط الغلابه عشان يعملهم مساكن في جمصه بعد 25 يناير. مش هو اللي مخصصها، ده محافظ قبل اللي قبله خصصها. محافظ تاني جه النهارده الدنيا في المنصوره زحمه وحق اكيد عارف، فجاء على المشايه في تقرير من مدير الامن ومحافظ قبله بممنوع المراسي على المشايه دي عشان خاطر اي حد. انت هتعمل مرسى عليه مركب، طب العربيه هتركن فين؟ على المشايه تقطع طريق، طب هعمل ايه؟ لا بيوافق. طب ما انت عندك تقرير بمنع، طب متعطيل المرور ده مين مسؤوليته؟ طب المواطن هيرجع عليا؟ مفيش. تعالى نتكلم على التعدي على الاراضي الزراعيه، وزاره الزراعه تسيب المشكله 200 3 عرفيا، والقانون بيقول انا بنزل امن موظف وزاره الزراعه عشان ينفذ. الحقيقه ايه؟ ان المواطن شايف عربيات البوكس والامن المركزي في وشه فبيضربها بالطوب فبتعمل الفجوه. تعالى الوحدات يعني انت اللي في صداره اي ازمه اي مصيبه اي كارثه انت اللي في الوش. تمام. التشريعات يا باشا بعد اذنك بسرعه كده. تخيل ان اللي بياخد حبايه ترامادول في بيته دي جنايه، اللي بيسرق 10 عربيات دي جنحه. ايه ده معقول؟ بلاش دي. لك ان تخيل ان وكيل النيابه مش هيحبس في قضيه سرقه الا اذا كان في حرام ومحضر وموت والمضبوطات. يعني لو انا قلت ان فلان الفلاني حرامي، انت اديتنا 24 ساعه، يعني لو الحرامي خد حبتين ترامادول قبل ما يجي عشان يفوق قدام 24 ساعه خلصت، هقول له اتفضل امشي. تمام. هو جالي فايق. لو انا كتبت ان هو حرامي وناس شهدت ان هو حرامي من غير ما اجيب هو سرقه ما يتحبس. طب ما تكتفي باتنين من التلاته، مش مهم التلاته. طب احكامهم ايه؟ بيخل سبيله اذا حبسه 4 ايام مجامله لنا عشان نقوله ده حرام، ده مقطع الدايره عندنا حرام عليك احبسه، بيحبسه بعد ال4 ايام بيخل سبيله. وهو قبل ما القضيه تنظر بيكون عمل 10 12 بلاغ تاني. طب بلاش دي. مركز شربين، ما زال انا اسف انا جذوري كده. مركز شربين انا عندي 45 سنه 11 ضابط، بعد 45 سنه 11 ضابط. يا ده ده على مستوى الجمهوريه. طب والزيادات البشريه اللي بيوزيها على طول زياده في نسبه معاشات؟ مش انا موظف في الحكومه المصريه؟ اطلع ليه مش ما اطلعش ليه 60 سنه؟ اللي من حقه يطلع عقيد سنتين اهلا وسهلا، من ارتكب جريمه او مخل الاداب او ملف وحش اهلا وسهلا. اما انا موظف في الحكومه المصريه من حقي اخد 60 سنه عشان خاطر ضابط المعاش ما يقعدش بدور مسنين، عشان بنقص فلوس ودي حقيقة. طيب. جات الوزارة تعالجها عشان خاطر يا باشا انا بعد اذن جايز اكون انا من لا 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 خالص اتفضل. انت بتقول مجموعة من الافكار تمام مهمة يعني عشان خاطر الوزارة جات تعالجها. المهندس هشام جنينة والاستاذ هشام جنينة اخدها مخالفة مالية وعايز يحبس الوزارة عشان وفرت من بند عشان ترفع مستوى مين؟ ضابط المعاش اللي قاعد في مستوى، اقسم بالله العظيم في ضباط معاش قاعدة في المستشفيات عشان مش لاقي مكان. لا وفي دور مسنين. احنا فين؟ بلاش دي. الاستفتاء والرئاسه
في عهد الإخوان سمحوا للجيش والشرطة بالاستفتاء. طب في عهدك أنت، طب منعني ليه؟ عشان حقق الطريقة؟ طب ما الطريقة زي الخارجي، التلات مراحل. أنا ضابط من المنصورة، أعمل لي تصويتي، مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة حسب الدوائر. إيه المشكلة؟ يبقى التلت بس اللي هيحط صوته ويرجع. وأعملها بالعكس، إن تلت الضباط اللي مش في الخدمة هو اللي يحط صوته عشان ما يتدخلش. إيه المشكلة اللي عندنا؟ أنت بتحرمني ليه؟ إيه؟ تخيل إن أنت الموظف الوحيد اللي لازم تقدم استقالتك عشان تنزل مجلس الشعب. كله بياخد أجازة. قعدنا 20 سنة ممنوع من نزول انتخابات أندية إلا الاثنين التلاتة اللي في المنطقة المركزية عشان خاطر من أول عم نعم عمارة لما كان رؤوف المناوي نازل ضد إبراهيم علوان. من يوميها اتمنع نزول انتخابات أندية. طب ما هو ده سبب الفجوة. طب ما أنا وجودي جواك هو اللي كان عامل التواصل. طيب الحريات اخر حاجه باشا، الحريات مرت معانا بثلاث مراحل. مرحله قبل حسن مبارك كان مفيش حريات، نفترض كده تمام. مرحله بعد 25 يناير الحنفيه اتفتحت حريات. مرحله النهارده لابد من في توازن بين الحريه والامن والواجبات. يا باشا لازم الترابيزه ده يتقعد عليها اعلام، مجتمع مدني، حقوق انسان، كل ده ومعاهم الشرطه بجميع فواتها. انتوا عايزين ايه؟ امن شكله ايه؟ يقول انا عايز امن شكله كذا كذا كذا، ارد عشان انفذ الكلام ده انا عايز كذا 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 كذا. اما انت بتحدد الحريات اللي انت عايزها وعايز تحدد الامن اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه والاخر بتحاسبني. طيب مين قال كده؟ خلينا ناخد تعليق اخير. انا هتكلم في حته الكنايس، انا اسف. كل شيء متاح على قد ايجابيات التدخل البشري والمجتمع المدني اللي احنا محتاجينه. انا محتاجه في المعلومه، انا محتاجه بتفهم بمفهوم تغيير كلمه مرشد. المرشد زمان ده مرشد اصلاح زراعي اللي هو يملك المعلومه، العمده الكبير اللي بيديني المعلومه. لو توفر الكبير اللي يديني المعلومه ما عادش عندي جريمه، حل لي مشاكل كتير. انا ما اعرفش اشتغل لوحدي، بس شوهوها ان قالك انت مرشد بقت شتيمه. انت مخبر. انا عايز يعني. انا عايز اغير كلمه مرشد، انا عايز اغير كلمه مرشد، احولها من كلمه سيئه لكلمه ان هي حسنه اللي انت بتشيل ضرر. وانا لما اقول ان فلان وفلاني مش لاقي ياكل ولقينا عنده عربيتين ولا لقينا عنده عفش زياده انا بقيت مرشد؟ مش مرشد. الثقافه باشا بعد اذن حضرتك احنا شغالين يعني ناس بتجربينا، فلو سمحتوا بعد اذنكم بعيد عنك وبعيد عن اي حد بطلوا متجربين. طيب يحصل موقف عشان احنا قرفانين من الاخوان يبقى الضباط دولت في السماء. يحصل موقف ده في مقدم برامج بعت رساله للوزير يقول له ايه؟ ها ازاي تيجي على المعد بتاعي؟ ها انت عارف هعمل فيك ايه؟ ايه ده؟ احنا فين هنا؟ انت قدامك بينك وبينه عشم، اتصل بيه عاتبه، انت مفيش بينك وبينه عشم، خد اغراءك ضده، بس انا استخدم البرنامج بتاعي عشان اطلع. هي الموضوع بالكيلو. نقيب هشام صالح، في كلمة أخيرة لأنك أنت يعني طلبتم وتجدد اللقاء مع رئيس الجمهورية الذي قابل القوى السياسية، وبالتالي تطالبه أيضا بمقابلة الضباط والشرطة لأنه عندكم مجموعة من المطالب. بس قولي وأنا يعني بختم هنا، الناس عايزة كمان بالإضافة للي أنت قلته الإمكانيات، لكن بتقول كيف يمكن أن نقضي على هذا الإرهاب المسلح. الناس تبحث عن الأمان وتبحث عنه بشكل عاجل وسريع، يعني حتى لو اللي انت قلته أفكار تحتاج إلى بعض الوقت، لكن غدا ماذا نفعل؟ خاصة انت قلت الحكومة في أوجه تقصير، وكويس انك وضحت ده بشكل واضح، لكن ايه اللي نعمله أيضا لمواجهة هذا الإرهاب المسلح؟ انا عايز اقول ان الامن المركزي اللي موجود وضباط الامن العام، الناس دي لازم يتعمل لها تماثيل. بيعانوا معاناه في الشارع لا يتخيلها بشر. يوميا لواري بتتحرق ومدرعات بتتحرق، ملايين الجنيهات طلق يعني رايحه كده على الارض، والدوله اللي هتجيب مش انا. كل ده عشان نستخدم مصطلح ضبط النفس. بالنسبه للموضوع اللي حضرتك قلته، احنا كنادي ضباط، الضباط انتخابتنا عشان نوصل الفكر وعشان نحل الأزمات أو نشارك
في حل الأزمات ونوصل رأيهم ونعمل مقترحات تطوير ومشاريع جوه الوزارة. طيب احنا الفترة اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك هكررها تاني، احنا تواصلنا وقدمنا اكتر من مشروع. طب يعني وتم التسويق. التسليح دي انتوا شفتوا احتياجات وزارة الداخلية من التسليح مثلا؟ شوف يا استاذ وائل، لجنة الانتشار ما هي اللجان اللي انا بقولها لحضرتك دي لابد العمل فيها بكل سرعة من بدءا من الليلة. وانا لو قعدنا، لو كان لنا نصيب وقعدنا مع السيد رئيس الجمهورية سواء بعد اعياد الكريسماس ان شاء الله، عشان الفترة الجاية فترة يعني مضغوطة، احنا هنطالب باللجان. يعني ايه لجنة؟ ما انا مش لازم اجيب لجنة الناس تقعد وتشرب عصير وجرفطات ويقعدوا يعملوا خطة وسلام عليكم وعليكم السلام. لا، انا عايز انزل على ارض الواقع واجيب الضابط اللي في الشارع اللي ايديه في قلب الحدث. انت محتاج ايه؟ ايه اللي انت بتعانيه؟ يقول لك انا بعاني من 1 2 3. انا عندي التسليح النهارده، ايه اللي موجود في الشارع؟ الغاز طول النهار نضرب غاز، انا بحارب الارهاب بالغاز، وبعدين يعني إيه؟ هوصل لغايه فين؟ يبقى انا اللي محتاج لجنه التسليح والتطوير اللي تبحث بشكل عاجل ايه هي الامكانيات اللي هتخش على التسليح الجديده، سواء في التجهيزات، مش بتكلم على السلاح بس، انا بتكلم على التجهيزات ككل، اللي محتاجها الضابط، اللي محتاجها الكمين، اللي محتاجها النقطه التفتيشيه، اللي محتاجها المديريه، اللي محتاجها اي منشاه شرطيه في الشارع. احنا مش هنفتح المندل ونقول هنعمل الكلام ده بكره، لا، بس انا بقول لك بشكل عاجل وفر لي ايه اللي ممكن يقدر ان الحكومه تجيبه الفتره دي. تاني لجنه، لجنه الانتشار الداخلي. احنا بنعاني من الانتشار، احنا بنعاني من كم الخدمات اللي موجود جوه. عايزين نعتمد على عنصر الكيف، ده مش هيجي الا بالتطوير. يعني انا مش هينفع احط في ميدان التحرير 4 5 ضباط، مش هينفع. ليه؟ مش هعرف ايه اللي بيدور فيه، انا مش هعرف امنه، لازم ارمي 500 600 واحد. انما لو عندي كاميرات في كل حته كشفالي، يبقى انا هدفع بعناصر قليله. يبقى لجنه الانتشار هتقوم على الامكانيات. يبقى هي منظومه متداخله محتاجه فكر ازاي اطور بسرعه، مش خطه عاجله، دي خطه عاجله. طيب انا محتاج امكانيات على ارض الواقع من الضباط اللي موجوده في الشارع تشارك فيها، من المسؤولين، من الحكومه. الامكانيات في مشاريع جاهزه عند بعض الساده الافاضل عمداء الكليات خاصه اقسام التطوير، جاهزه سواء في تركيب، في شركات كانت عايزه تتبرع انها تعمل نظام كاميرات كامل على مستوى العاصمه تبرعا منها، مساعده لوزاره الداخليه، ولكن شركات على طراز يعني. وانا بناشد الشركات الكاميرات دي يعني الذين يجوبون يا دول العالم، يعني هتلاقيها في دبي هي عنصر الكشف. ده مش في دبي بس، هو ايه اللي بيمنع الضابط بره ان هو يتعدى في روسيا على حقوق الانسان؟ واحنا ماشيين في الشوارع في روسيا فتلاقي البلد كلها بتدار بالكاميرا، حتى لو الحاكم بيفعل ذلك، لكن هو يقول لك انه لا، هي بتساعد في كشف الجريمه. احنا مش عايزين نحلم يا استاذ وائل بحاجات. انا مش هقول لك انا عايز اعمل زي ضابط الشرطه اللي بشوفه على قناه اكشن بتاعت الام بي سي واحط هنا كاميرا علشان تسجل كل اللي بيدور معاك وانا واقف في الشارع. انا نفسي طبعا احلم بالحاجه دي، انا عارف انها مش هتطبق بكره، ولكن خلينا ناخد الموضوع درجه. انت ما عندكش درجة كاميرا درجة رصدت اللي حصل في مديريه امن الاهلي؟ لا، في كاميرا في الموبايل، كاميرا البنك، في كاميرا في الموبايل. المهم في الموبايل انا عايز فجرت. تاني حاجه يا استاذ وائل عايز اتكلم فيها، اتفضل. كان في تصريح للمستشار الفاضل احمد الزين، طبعا كان بيقول ان في دوائر قضائيه خاصه، هو اقترح ذلك في اللقاء مع رئيس الجمهوريه. ارجو بعد اذن حضراتكم، ارجو تفعيل قانون العقوبات، وارجو ان يبقى في دوائر قانونيه قضائيه خاصه بنظر قضايا الارهاب، عشان نقدر اننا نحل. انا مش هقبض على 100 ولا 20 يتم الافراج عن 3/4 والباقي يطلع في الحبس الاحتياطي. طب هل مش هنقعد في الدوامه الإرهاب؟ لا، مش محتاجين قانون الارهاب. احنا عندنا قانون الارهاب في قانون العقوبات في الماده 86، هي بتعرف اهي في عجاله هقولها، بتقول ان يقصد بالارهاب كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع يلجا اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف للاخلال بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر. دي عقوبتها الاعدام والسجن المؤبد. ادي ماده. الماده الثانيه بتقول ايه؟ يعاقب بالسجن المشدد كل من انشا او اسس او نظم او ادار على خلاف احكام القانون جمعيه او هيئه او منظمه او جماعه او عصابه
يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور وكذا كذا كذا التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كفاية. إيه ده؟ كفاية كافية. ده مادة قانون إرهاب إيه اللي أنا هبتدي أدور عليه؟ وبعدين قبل ما أطلع يعني تشريعات لازم أدرس أنا هقدر أنفذها ولا لأ؟ هي مش كترة تشريعات بتطلع وقوانين كل يوم عمالة تسن. أنت كحكومة هتقدر تنفذ القانون ده عن بكرة أبيه في الشارع ولا مش هتقدر؟ ولا أنت مطلعه عشان يتحط ويتتعلن للتلفزيون وشكرا؟ ما هي دي نقطة بتصير جدل. القوانين ولدت لتنفذ. آخر يعني رسالة عشان وقت حضرتك، أنا بوجه رسالة لزمايلي من ضباط الشرطة وبقول لهم إحنا قدمنا مشاريع كتير ولكن كانت سكينة الأضرار. أرجو إن إحنا الفترة الجاية نتكاتف جنب بعض، وأرجو من الحكومة ومن السادة المسؤولين ما يرسخوش مبدأ إن الصوت العالي هو بس اللي بيوصل. لأ، خلينا ماشيين بالطرق السلمية. مش عشان أفرض التطوير لازم أعمل وقفات واحتجاجات، لأ، إحنا عايزين نرسي مبدأ إن أنت تسمع كل الأطراف اللي في الجهاز علشان تقدر ترتقي بيه. بتوجه إليكم جميعا بالشكر. أسأل على حاجة؟ أكتر حاجة سرعة. أكتر حاجة هي سرعة القصاص، ولكم قصاص، ولكم في القصاص حياة يقول الألباب. أنت شايف يعني لو الناس شايفة إنه الأحكام بتصدر لازم حضرتك سرعة في إجراءات يعني التقاضي سيكون رادعا يعني جدا. أنا بختم بس بحاجة بسيطة، قول الشاعر العظيم أحمد شوقي: صوت الشعوب من الزئير مجمعا، فإذا تفرق كان بعد نباحي. الشعب إحنا لو انقسمنا البلد هتضيع. لا، والناس مش هتنقسم. انت شايف بالظبط الناس تزداد لحمه وتماسكا، وده هيبان في الاستفتاء بعد الارهاب حتى اكتر. هيبان في الاستفتاء. احنا بنطمنهم ننزل وبنقول لهم انزلوا، وبنقول لهم انزلوا انزلوا عشان ده اختبار لينا كلنا. زمايلي اللي هننزل في اكبر تجمع تاريخي في تاريخ الشرطه المصريه والقوات المسلحه ان شاء الله، احنا صامدون واحنا كلنا ايد واحده مع الشعب العظيم ده علشان بلدنا. و2014 هتبقى ان شاء الله سنه خير علينا. طبعا اخر سؤال يا باشا بعد اذنك، انا ليه مش من حق اقول لهم قولوا نعم؟ انا ليه مش من حق اقول لهم؟ لا احنا بنقول، لا احنا بنقول، انا ليه مش من حق اقول لهم انا نعم؟ انقاذا لمصر وانقاذا للصوت. انا ليه مش من حق اقول لهم ان نعم اللي يفكر يعمل انتخابات مجلس الشعب قبل ما قبل الرئاسه لا اما انا اسف محتاج يراجع نفسه لا اما خائن. انتوا بتودونا هويه، لو عملنا مجلس شعب احنا هنتقسم ضد بعض، هنرجع للصفر. احنا كلنا مختلفين في الاراء والسياسه ضد الاخوان. في الانتخابات النيابيه بتودينا لسياده الدوله في باشا الرئيس. احنا كلنا مع اختلافنا في الاراء متفقين ان الارهاب هو الاخوان، والاخوان دول ضد المجتمع. اول ما هنعمل مجلس شعب الاول صدقني المصالح المشتركه اللي بيننا مستحيل هنقف مع بعض في انتخابات الرئاسه. اللي هيقول انا انزل استفتاء ليه ده انا ممكن اموت، اقول له لا، عشان تمنع انك تموت وان المجتمع يستهدف بالارهاب انزل الاستفتاء، لانه البدايه الاولى لكي نبني وطنا يخلو من الارهاب المسلح هو يوم الاستفتاء 14 و15 يناير. واعتقد انه الرسالة التي يمكن أن نوجهها للإرهابيين هي النزول بحشود كبيرة وضخمة يوم الاستفتاء. بعد الفاصل هستقبل بعض أصحاب المحلات اللي أصيبت بأضرار كبيرة ولحق بها الأذى بسبب التفجير الضخم. Thank you.
بوشير. من جديد ندعو لهم، اللهم تغمدهم بواسع رحمتك وألهم العائلات الصبر والسلوان، ندفع ثمنا باهظا نعم، ولكن سنتصدى للإرهاب المسلح مهما كانت الفاتورة. من الخسائر أيضا التي لحقت بالمواطنين هي المحلات التي شاهدناها منذ قليل بعد أن أصابها الحطام التام بسبب قوة التفجير. هنحاول في هذا الجزء نتحدث عن ذلك ونأخذ بعض شهادات الأهالي ممن يعيشون في المنطقة التي تحيط بمديرية أمن الدقهلية. معايا داخل الاستوديو أستاذ طه الجمل المحامي. أستاذ طه أهلا بيك. أهلا حضرتك. أستاذ محمد الجمل من أهالي المنطقة. أستاذ محمد أهلا بيك. وأيضا معايا أستاذ علي السيد. أستاذ علي أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد مصطفى كشك. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك. طيب أنا عايز أبدأ أستاذ محمد الجمل، التفجير أنت من سكان المنطقة يعني إزاي شعرتم بقوة التفجير وإيه كان رد فعلكم ولما نزلت إيه المشهد اللي وجدته في البداية؟
صوت التفجير تخيل سيادتك ايام حرب ايران ايام حرب العراق قوه الانفجار نفسها اقوى من اللي احنا كنا بنسمعه ايام ما كانت امريكا بتضرب العراق. اه يعني بتشباب بالقنابل اللي كانت تطفي بيها الطائرات الامريكيه اقوى. انا حاسس انها اقوى من الفزع والخوف. قمنا وعلى انا ليا ابن اخويا شغال في المدرية جريت على المدرية عشان اطمئن اولا على ابن اخويا واشوف ايه الانفجار. تخيل يعني انا مش قادر اوصف لحضرتك قمة الخراب اللي شفتها بعيني، قمة الخوف اللي جه جوايا. انا خفت على ابني وبنتي الصغيرين، خفت لان انا مش قادر اعيش. انا بروح مدرسة الصبح خايف، بروح ادور في ما بين الاسوار في المدرسة عشان اشوف حد حاطط لي حاجة، في ايه في البلد، وهنفضل لامتى، هنفضل لامتى لحد كده يا استاذ وائل؟ يعني لهذا الحد بتقعد تبص تشوف في قنبلة مرمية هنا ولا؟ انا خايف. هو ماشي امن، الارهابي ده ماشي امن لانه عارف هو هيعمل ايه. انا ماشي خايف. فين الحكومة اللي انا اخترتها وطلعت في 25 وطلعت في 30 وكنت بجيب اكل من بيتي، ما كانش حد بياكلنا زي ما هم بيدعوا بيقولوا لا بتوع ال 30 قناه انقلاب و الى اخره. انا كنت بجيب اكل من بيتي وكنت باجي ميدان التحرير بصرف 20 جنيه من قوت عيالي عشان اقوم بالثوره ضدهم، ضد الظلم اللي انا شفته في خلال السنه اللي انا شفتها. فما تكونش النتيجه ان انا بقى ماشي خايف. طب ليه امتى هفضل خايف؟ ولما نزلت انت بتقول لقيت المشهد من حجم الخسائر والتحطيم محلات والانهيار، محلات متكسره، ناس بتجري، كل من هب ودب بيجري في الشارع خايف يطوله شظيه. انا شفت ناس نايمه على بطنها، نايمه خايفه، مع ان خلاص الانفجار تم والشظايا كلها تناثرت حوالينا واللي حصل حصل. يعني واقع رحت مثلا بعد مثلا الانفجار حصل 12 ونص، انا رحت مثلا الساعه 1 ل 10 كنت هناك. ومع ذلك الناس نايمه خايفه الشظيه، خايفه من اي شيء يجي لها، خايفه من قنبله تانية لان واحنا واقفين قال لك في قنابل تانية موجوده. فخوفنا، كان في حاله خوف. طيب استاذ محمد مصطفى كشكي، انت ايضا عندك كأمين حزب مصر القومي بالدقليه عندك مكتب خلف المديريه. بالظبط. ازاي ده يتحطم؟ يعني مبنى ده حضرتك بعيد شويه مثلا يعني. بالفعل هو حضرتك انا بيني وبين المديريه ما لا يقل عن تقريبا 250 متر. ومع ذلك مش المكتب لوحده، ده يعني البرج اللي فيه المكتب، الابراج المحيطه بيه بالكامل، ازاز كل واقع، واجهات البرج بالكامل سقطت. في منهم ازاز سقط اصلا، يعني الشبابيك كانت بتسقط من الواح، الشبابيك كانت بتسقط، وقع منها واحد على البواب بتاع البرج كسر له كتفه. حضرتك كان موقف مريع. حضرتك انا الانفجار انا بيني وبين المديرية، لان الموضوع حصل طبعا الساعه 12، كانت المنطقه طبعا كلها بالكامل منطقه تجاريه، كلها بالكامل كانت مقفله. انا بيني وسكني وبين المديرية حوالي نص كيلو. سمعت صوت الانفجار كما لو كان يوم القيامه. حضرتك مش متخيل قد ايه الرعب. بنتي جالها حاله من الفزع، بكاء باستمرار. بس طبعا يعني حاولت انا اهدي من روعها، وبعدين نزلت، يعني نزلت اشوف الوضع فيه ايه. يعني انا لقيت سواد وخراب، انا عمري ما تخيلت ان مصر هتوصل. حضرتك فعلا ده خراب وسواد، فعلا منظر. يعني حضرتك انا مش قادر انسى منظر الجثث وهي بتتشال. حضرتك مش متخيل. يعني انت شفت جثث وهي وهم بيشيلوها من تحت الانقاض. حضرتك يا فندم انا شفت في حد انا قربت منه كويس جدا. هو انا سالته حتى انت اسمك، انا حضرتك ده كان حد كان بيلفظ انفاس وانا ما اعرفش. فحضرتك انا سالته حتى، انا بقول له طب انت عايز حاجه؟ فقال لي ام بصيت لي كده وهو عامل لي لا. فانا قلت له طيب محتاج حاجه؟ اجيب لك اي حاجه؟ اجيب لك ميه؟ فما قال لي فانا رجعت انا جريت عشان اجيب له ميه.
ووصلت قلت له طب انت محتاج اجيب لك عصير اجيب لك حاجه؟ فقال لي مفيش حاجه تنفع باللفظ كده يا استاذ وائل والله. قال لي مفيش حاجه تنفع. انا عرفت ان هو اصلا مش هيكمل يعني, انا عرفت ان هي خلاص النهايه. هو بيشعر بانه الروح بتفارقه يعني. بالضبط يا فندم. طبعا كان منظر حضرتك طبعا الناس طبعا في المنصوره, انت عارف حضرتك كان المنصوره يعني بالرغم ان هي العاصمه بس هي مجتمع اولي برضو. الناس نزلت من كل مكان طبعا, الناس كلها طبعا جايه, كميه اقول لحضرتك كميه حزن وكميه يعني كميه فزعه وكميه كمان الناس قلقانه ونفسهم يعني نفسهم بشكل حقيقي فعلا يعملوا اي حاجه. الناس كانت عايزه تتبرع بالدم, عايزه تشارك باي شكل. طبعا تواجد الناس بالكثافه دي منع عربيات اسعاف ان هي توصل. كان في كان امبارح طبعا كان موقف رهيب. الناس فعلا كما لو كنا يوم القيامه فعلا. حضرتك تحس كده ان الناس كتير جدا. بس المكتب عندك تحطم بالكامل وفي تحطم بالكامل. المحلات اللي تحت طبعا حضرتك احنا منطقه تجاريه, حتى المحلات اللي بتاخد مني شغل بالكامل حضرتك المحلات واجهات المحلات كلها سقطت. مفيش محل الابواب الصاج فندم حضرتك طارت من مكانها. عمل خسيس حضرتك في مديريه في ظهر مديريه الامن عندنا محطه بترول محطه بنزين. حضرتك دي كانت والله ربنا نجى المنصوره. حضرتك لو طال الانفجار محطة البنزين لكان الموضوع تفاقم أكتر من كده عشرات المرات. حضرتك مش متخيل حضرتك كان الوضع عامل إزاي. حضرتك أصلا تنكات من الانفجار تنكات البنزين سربت مع المية. يعني حضرتك اللي بتشوفه حضرتك في الصور في الشارع اللي جنب المديرية دي كانت مية. المية اللي احنا شايفينها نشوفها في حضرتك كانت مية مختلطة ببنزين مختلطة بدم. التلاتة دول حضرتك امبارح هم دول حضرتك الروائح اللي حضرتك كنت بتشمها امبارح. مية مع بنزين مع دم. بنزينة مع دم. يعني يا ربنا ستر كمان لو البنزينة والله يا فندم ما كان هيبقى في حاجة اسمها المنصورة انفجرت. كانت بالضبط يا فندم. حضرتك أصلا المنطقة دي هي أكتر منطقة تجارية في المنصورة. حضرتك دي ملتقى شارع اللي احنا شايفينها دي على بالضبط يا فندم. ده مية مع بنزين زي ما بقول لسعادتك كده مع دم. ده حضرتك المنصورة عشيته امبارح. طبعا يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك طبعا المنصورة كلها عن بكرة أبيها بتقول يعني احنا وما زلنا لحد النهارده بنشحت من معالي رئيس الوزراء انه يتكرم علينا ويتعطف ويعلن جماعه الاخوان اللي هو الوحيد في مصر اللي مش شايفها انها جماعه ارهابيه. معالي رئيس الوزراء لسه لحد النهارده مستني حكم كل خبراء القانون وكل طفل في مصر عارف ان الاخوان جماعه ارهابيه باستثناء معالي السيد رئيس وزراء مصر. حضرتك هو طبعا انا واثق ان طبعا وكل اللي احنا بنقوله ده وهنقعد نتوسل اليه وبرضه هو سعادتك يعني المخطط ماشي زي ما هو. لا يعني بعد الحادث المجزره المؤلمه دي وبعد تكاتف الناس كلها بهذا الشكل اعتقد انه لن يكون مقبولا اي تهاون يعني. ولو ما اتوجدش يا فندم انا باكد لسعادتك ان المره دي الناس فعلا مش هتسكت. الناس فعلا ممكن يعني الناس هتاخد طرها هتوصل الناس انها تاخد طرها بايديها. انا بقول لسعادتك الموضوع فعلا يعني حضرتك شرطه وجيش احنا شايفينهم اخواتنا وابائنا بيتقتلوا كل يوم ومازال لحد النهارده معالي رئيس وزراء مصر مش شايف مش عايز يديهم غطاء سياسي ومش عايز يعلن جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه وهي ده اقل وصف تتوصف بيه اصلا. بس معالي رئيس الوزراء لسه مش عايز يتعطف علينا ويعلنها. ادي كفر يا معالي رئيس الوزراء من خلال سعادتك بالنجده يا معالي رئيس الوزراء ارحمنا. الناس فعلا مش متخيله اللي بيحصل. الناس مفزوعه. الناس في مصر طول عمرها عايشه في امن وامان. معالي رئيس الوزراء لو سمحت شعب المنصوره بيقول لك ارحمنا. مش ذنبنا ان احنا يعني ان احنا مش عايزين الاخوان يحكمونا. شعب المنصوره وقف ضد الاخوان في جميع المراحل. اظن ان هي والموقف يعني بقى معادي جدا ضد المنصوره. والوحيد اللي مش شايف جماعه الاخوان جماعه ارهابيه فجه هو السيد معالي. طيب استاذ علي السيد ايضا ازاي عايشت هذا التفجير بقوته والادى الى تحطيم في العماره عندكم؟ استاذ وائل الساعه 12:30 كده او واحده الا كنت داخل في الاوضه بتاعتي بنام مع والدتي فجاه لقيت صوت رهيب صوت ضخم. لقيت الشباك بتاع الاوضه اتفتح فجاه سمعت صوت جامد تحت في العماره عندنا احنا في الدور الثاني. فنزلت جري وبصيت طبعا اطمنت على والدتي وزوجتي واديت لهم ميه اشربوا في ايه بيحسب العماره بتقع
في حاجه بتنفجر، في حاجه حصلت في الغاز، في حاجه بتاع، صوت ضخم ضخم ضخم، واحنا نبعد عن مديريه الامن النيل. فنزلت فجاه على الناس وانا بجري بقى عشان اعدي الكوبري اشوف ايه اللي حصل، وانزل مع الناس في دار المغتربين اللي هم البنات كليات اللي قاعدين في الدار كلهم بيصوتوا في حاله رعب، وما فيش شرطه جنبهم ولا في اي حاجه غير اللي هو الحارس اللي قاعد معاهم، ودخلنا معاهم وهديناهم وفوقنا اللي سرقت واللي عملت وكده، واتحركت بعدها على مديريه الامن يعني في الانقاض متدغدغه، العربيات متفحمه رعب، والناس كلها قاعده تجري والناس قاعده تقع وهرج ومرج، وما فيش اي سيطره في الموقف غير اللي في قنابل هتضرب تاني، الحاول اعداء المسلمين هيعملوا موضوع تاني، هو ده اللي بيحصل. شفنا الموقف ده ما قدرناش اصلا غير اللي احنا نجري على المستشفيات نشيل مع الناس مع الامن نساعد معاهم المصابين ونطلعهم تحت الانقاض. وهنا جثث لقيته يعني؟ لقينا جثث حضرتك، الجثث طبعا في جثث وفي مصابين يعني، في جثث وفي مصابين، وكان طبعا بقيه الشرطه والجهاز المدني والاطفاء كله اتحرك وقال لك سيبوا ما تحركوش هنا، حاجات طبعا مباني واقعه من الجنب وحاجات عربيات متفحمه، ما فيش غير المكنه سايحه بتاعت عربيه، اي عربيه اربع جنوط وشاسيه وشنطه، بنبص لقينا الحجم بتاعها المكنه بس اللي متواجد من شدة الانفجار، انفجار ضخم ورهيب وخسيس من الأعداء المسلمين، مش الإخوان المسلمين، الأعداء المسلمين، الأعداء المسلمين دول. واضح انتوا كلكم تأثرتوا يعني احنا شايفين حتى أشلاء الجثث، قطع من الجثث بتسبح في بحيرات الدماء يعني. أستاذ وائل، العساكر بتاعت الأمن المركزي دي واحنا بنعدي على شارع البحر، مديرية الأمن عندنا على شارع البحر على الشارع العام، لو أي واحد راح يعمل أي حاجة في المنصورة لازم بيعدي عليهم، بلهم قاعدين 24 ساعة خدمتهم، اللي قاعدين في العربيات ومنظمين وسط السور، وبنشوفهم رايحين جايين، وبنيجي نلاقي يحصل موقف زي كده. استاذ طه الجمل المحامي، عيشت ازاي التفجير بالامس؟ بص حضرتك يا سوائل، يعني انا عايز اقول كلمة قبل المعايشة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يسفك دم المصريين، في كل من يرمل نساء المصريين، في كل من يوتم أبناء المصريين. حضراتكم اللي حصل امبارح ده اعتداء سافر على الإسلام بصرف النظر. ده مش مسلم، اللي عمله واللي فكر فيه واللي نفذه ده مستحيل يكون مسلم، ده خارج الديانة الإسلامية. حضراتكم لما أسمع صوت بهذا الحجم بالانفجار الهائل ده، الناس عامة كلها الموجودة تنام في الأرض، طب ليه؟ انت بتعمل ده ليه؟ علشان مين؟ مخطط جايلك من بره بتنفذه؟ مستفيد ايه؟ انت بتهدم وطنك، الوطن ده اللي باقي لك، الوطن ده هو عمادي، هو اللي هيحافظ عليا، لا جماعه ولا اتحاد ولا مؤسسه ولا شركه هتحافظ عليا. النهارده حضراتكم اللي حصل ده مش مسلم اللي عمله، استحاله، لان لما اشوف اب عنده 2 ابناء سعد ده، واحد مات والتاني لسه موجود وبنعزي فيه وراجل مش قادر يقف على رجليه، طب ليه؟ ده ذنبه ايه؟ ده عمل لك ايه؟ اللي انت رايح تفجره ده وتموته ده عمل لك ايه؟ بتموته ليه؟ طيب يعني سؤالي لكم، هل تشعر ان المنصورة مستهدفة؟ المنصورة حضرتك لانها لها موقف من الاخوان؟ المنصورة حضرتك مستهدفة، يقال واحنا كنا في 30/6 ان المنصورة كان عددها اكبر من عدد ميدان التحرير، دي حقيقة. المنصورة حضرتكم نسبة الخروج فيها اكبر من اي محافظة على مستوى الجمهورية. المنصورة حضرتكم هي النهاردة اللي بتقول للإخوان لا، في أجا، في متغمر، في كل مراكز المنصورة حضراتكم خرجوا النهاردة على الإخوان على أساس إن هم خرجوهم من منازلهم وطردوهم، خرجوا الناس، خرجت، وصل الأمر إلى إشعال النار في بعض المحلات والبيوت بيوت الإخوان. القرية اللي مات فيها المجند اللي اسمه سعد، أهالي القرية خرجوا على الإخوان اللي موجودين عشان يطردوهم. حضراتكم هي المنصورة متميزة، يعني متميزة عن جميع المحافظات،
هي بتقول الإخوان لا، هي بتتصدى للإخوان. ولكن أنا 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 في حاجة غريبة حصلت. كمين مدخل سندوب مش موجود، الكمين ده كان مهم جدا مش موجود ليه؟ أنا لما ببقى عدي بخاف، ما معيش رخصة، مش شايل حزام، ما معيش، بخاف فبقلق. ما بقاش موجود، ما بقاش موجود وخايف يقف. في 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 طلب بعد إذن أستاذ وائل، في طلب بعد إذن أستاذ وائل. المنصورة مدينة مهمة جدا. أنا النهاردة مجند أو بتاع الخدمة بتاع مركز الشرطة، أنت واقف على مكان بتأمن لي كنيسة ماشي، بتأمن لي بنك ماشي، ولكن أنا عايز ناس في ناس في الشوارع. حد يتفقد الشارع، العربية دي راكنة ليه؟ العربية دي واقفة بتعمل إيه؟ ما هو النهاردة، هو الحرب بتاعتنا النهاردة حرب شوارع. طيب هو هنا الإخوان بيحاولوا يتنصلوا من هذه العملية، مش إحنا. أمال مين؟ رد بيبقى مين؟ مين اللي له مصلحة النهاردة في اللي بيحصل في مصر؟ مصر عموما، منصورة زيها زي المنيا، زي النهاردة دمياط بعتت المنصورة دم، أكياس دم بعتتها دمياط النهاردة، ونشكر ومن برنامج حضرتك أنا بشكر أهل دمياط ومحافظة دمياط بالكامل. يعني عايز أقول لكم دمياط متاخمة، مش متاخمة قوي المنصورة، يعني على بعد على بعد ساعة أو، ومع ذلك بعت الدم ثلاثة من الشهداء بتوع النهاردة من مركز المحلة، موظفين في المنصورة شيعوا جنازاتهم في المحلة. وهو من امتى استاذ وائل حضرتك انت بتنفي؟ بيقولوا ان احنا ما عملناش. هو دايما مين اللي عمل؟ حضرتك كمان كان طول عمرهم دايما حضرتك هم يدونا ايه، يطلع واحد يقول ان احنا عملنا، واحد يطلع يقول ان احنا شايف انهم بيستهدفوا المنصوره تحديدا بسبب انه الحشود ضخمه في مواجهه الاخوان المنصوره. أيوة. 25 يناير لحد النهارده ادت الفريق احمد شفيق، ما ادتش لمحمد مرسي، ادت في الاستفتاء قالت نعم، في الاستفتاء قالت لا وكذبت نعم. حضرتك المنصوره ليها موقف من جماعه الاخوان المسلمين، موقف واضح ومعلن، بالرغم من ان هم بيحاولوا يعني بشتى الطرق ان هم يقللوا من ده او يحجموا، هم ما بيعرفوش. المنصوره شعب ناطق فعلا، بس انا من خلال برضه حضرتك انا شايف ان احنا مناجده للسيد وزير الداخليه، يا ريت، انا عارف طبعا ان الموضوع الموقف جلل، بس يا ريت يعاد النظر في شان السوريين والاخوه السوريين والاخوه الفلسطينيين الموجودين في الوقت ده في مصر. انا شايف ان في مشكله حقيقيه، الاخوه الفلسطينيين ضيوف اعزاء، بس الوقت ما يسمحش. انا شايف ان لازم يعاد النظر، وانا شايف انه مش وقت، مش وقت ضيافه، البلد في حاله لا تسمح لها بالضيافه. احنا دلوقتي مش وقت ان احنا نضيف حد، خصوصا ان الضيف تقيل. انا شايف ان في اليومين دول الضيف الفلسطيني والضيف السوري فعلا بقى تقيل يعني على مصر. يعني خلي مصر لا تتخلى عن دورها، لكن مش عايز اتهم الجميع يعني اذا كان في عناصر يثبت انها تقوم باي اعمال تخل بالامن في مصر، لا يجب التهاون بشان ذلك. يعني اكيد يا وائل بيه، بس في الوقت اللي احنا فيه لما يكون بتزهق ارواح مصريين ضباط من خير فعلا من خيره ابناء مصر، صعب ان انا اقلب حضرتك يبقى السيئه بتعم ولازم الملف ده يتقفل. حضرتك احنا اتربينا على كده، السيئه بتعم في الوقت اللي احنا فيه ده ارواح بتزهق. استاذ علي، ايضا انتوا تشعر ان المنصوره مستهدفه من الاخوان، مستهدفه من اعداء المسلمين لسببين يا استاذ وائل، اللي فيها القيادات الكبيره بتاعت الاخوان المنصوره، ولهم وصول في قرايب ولهم مصالح، حتى القيادات التاريخيه القديمه من المنصوره، وزائد اللي هم اليوم اعمال تجاريه ضخمه هناك، وزائد لهم اتصال هناك مهدي عاكف كله وعارفين ان المنصوره هي اللي شعلت ثوره 30 يوليو، فعايزين يعملوا اي فعل في المنصوره. بس اهل المنصوره قالوا نعم على الدستور اثناء الحادثه دي، وهنطلع نقول نعم على الدستور اللي بعد جاي بعد اذن الاستاذ وائل. هنطلع وبعد اذن الاستاذ وائل. هو قبل كده كنا بنقول دايما في اي واقع في طرف ثالث، وكنا بنحط الجيش الشرطه طرف ثالث، ولكن النهارده بعد ما الحقائق بانت على حقيقتها والمحكمه والمحاكم القضائيه تقصت وثبت باليقين ان الطرف الثالث ده هو الاخوان المسلمين، النهارده برضه كنت عايز توقعني في شرك الطرف الثالث وتقول لي في طرف ثالث، انا مش انا اللي بعمل ده طرف ثالث. هو الطرف الثالث ده مين؟ ده كان سابق في السابق قبل كده ما كناش عارفين من الطرف الثالث، واتضح ان كنتوا الطرف الثالث. طيب استاذ محمد، هل ده يخوف يعني اذا كان الهدف
هو انه المنصوره هتقول نعم في الاستفتاء بنسبه كبيره جدا، فيقول لك اما اخوف المنصوره بتفجير في المنصوره. مش هل ده هيخوف الناس؟ مش هنخاف وهننزل. كل اللي هينزل وكل اللي هيطلع هيقول نعم. هم مش هيطلعوا ومش هيجرؤوا ان هم يطلعوا، لان بدايتها ابتدت النهارده. خلاص احنا طلعنا. يعني الاخوان حتى يستطيعوا بعد هذا التفجير ان ينظموا مظاهرات ومسيرات في المنصوره؟ لا خلاص، لان بيوتهم النهارده خلاص هي بقت معركه ما بين المسلم وعدو البلد، ما بيني وما بينه. يعني تم استهداف بيوتهم وما تم استهداف بيوتهم. هم مش قاعدين داخل بيوتهم، يعني البيوت اللي استهدفت انا يعني مش عايز اذكر اسماء، في مركز اجا بالذات استهدف بيتين من عناصر الكبيره في الاخوان. هم مش قاعدين في مش قاعدين في بيوتهم. انا عارف ان هم مش هاربين يعني. انا عارف هم قاعدين فين كمان، يعني انا عارف هم قاعدين فين، ولكن الناس اللي طلعت طالعه من الغضب اللي من الغضب اللي جوه. رد فعل، ما الحكومه ما بتعملش حاجه، معلش الحكومه ايه ده ما اعرفش ليه. والمنصوره هتقول عايزين صح بس خلينا نتشبث بالقانون ولا نلجا الا طب لحد امتى القانون مش امين بس الناس مش هتخاف. لا مش هتخاف وهيقولوا نعم عادش في فوق. واهالي المنصوره تحديدا مش هتخاف. وهنطلع نقول هنطلع يوم 14 وهنطلع يوم 15 وهنقف قدام اللجان وهنبات قدامها، واللي مش هيقدر نطلع هنشيله على كتفتنا وهنطلعه ما دام عايز يقول نعم للدستور. يعني حتى نواجه هذا الارهاب هو حسم القضيه. عايز يقول للارهابيين اللي فجروا بالامس في المنصوره انتوا فشلتم واحنا هنهزمكم، يذهب للاستفتاء. مش هيحصل اللي انتوا عايزينه. وبعدين في حاجه يا استاذ وائل، سؤال هساله لحضرتك، انت طبعا حضرتك اللي بتسالني. انا نفسي افهم حاجه واحده، ليه هما بيعملوا فينا كده؟ ما هو قالها الفريق اول عايزين ايه؟ يحكمكم ويموتكم. وقالوها في رابعه. وقالوها في رابعه، يا محمد مرسي يرجع يا البلد هتبقى. يبقى مين بيت المقدس ده؟ مين جماعة بيت المقدس اللي بيعلنوا عنها وبقول لك بيت المقدس اتحمل مسؤولية النهاردة؟ مين هما بيت المقدس دول؟ عايز أفهم يا شعب مصر. جماعة والله ما لهم حتى اسم، يعني خسارة حتى أقول عليهم إخوان، لأن كلمة أخ الإنسان فينا الفلاح لما صبعه بتقطع بقول أخ، دول مش إخوان. وإخوان لمين؟ اخوان لبعضهم لاهلهم وعشيرتهم وال يا استاذ وائل والله العظيم ما في كلام يتقال. بعد اللي شفناه النهارده وبعد اللي شفناه من ذبح سواق يطلع واحد منقب يذبحه. هو كان منقب اللي ذبحه؟ لابس نقاب، يعني بيخفي وجهه. يعني بيخفي وجهه اللي طلع من المسيره بتاعت اللي طلع من المسيره استاذ وائل. يعني كان منقب لابس نقاب؟ لابس نقاب اللي ذبح السواق. اللي ذبح السواق لابس نقاب. اتقال يا استاذ وائل ان هي واحده ست، ولكن واحده ست تقدر تمسك سكين وتذبح؟ لا تذبح استحاله. بعدين في حاجه يا استاذ وائل، الناس ديت ما عندهاش ناس دي بقى، يعني لا مؤاخذه في اللفظ، ناس باجحه. انا ليا احد الزملاء في احد المدارس بجواري بيقول لزمايله احنا من بعد النهارده هنذبح، ما عادش في تهاون معاكم. بيقول كده بوضوح. قالها بوضوح امام نظر مدرسه وما خدش معاه موقف. انا لو موجود ده المدرس اللي المدرس ما هو قالها لنا من شويه. قالها انتوا فاهمين ايه ده كله ذبح بعد كده، احنا ما عادش في تهاون معاكم، هم في كفه واحنا بقينا في كفه، ونشوف مين اللي هتكسب في النهايه. وان شاء الله شعب مصر مش العراق ولا سوريا، مصر حماها الله سبحانه وتعالى. مصر مش هيحصل فيها حرب أهلية زي ما هم عايزين يوصلونا، لأننا في رباط إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصر في رباط إلى يوم الدين، وعمرنا ما هنحارب بعض. ولكن هم معاهم سلاح وأنا أعزل. أنا بناشد وزارة الداخلية من هنا، بقول له يا وزير الداخلية سلم سلاح لأهالي القرى، على الأقل أنت عارف سلاحك ده في إيد مين، على الأقل هيرهبه وهيخوفه. هو مع السلاح أنا بخاف، صدقني أنا بروح مدرستي وأنا خايف،
انا رئيس قسم في مدرسه وخايف. استاذ وائل ويا ريت ان شاء الله مش بس احنا ما عدناش هنخاف خلاص بعد الموقف ده. مش خايف منه. واحنا استاذ وائل خايف من الغدر. طب عايزين عايز تقول حاجه اتفضل. كان في اضافه بس كنت حابب برضو من خلال برنامج حضرتك توجه للشعب الفلسطيني والشعب في غزه. حماس حركه بتحكم بلا شرعيه، لازم يكون في موقف لاهل يعني لاخواتنا واشقائنا في غزه، يعني لازم يكون ليهم موقف والا نعتبر ده رضا منهم على موقف حماس. فلازم يكون في موقف منهم. ولو بالنسبه لحماس انا باكد لهم ان الجيش المصري ده اكباد المصريين، حته من اكباد المصريين، مش هنقبل ولا هنفرط في كرامتنا. والجيش المصري هزم اسرائيل عبر قناه في 6 ساعات. بتوجه اليكم جميعا بالشكر. استمعتم الى اهالي المنصوره يؤكدون انهم مش هيخافوا، يعني اذا كان الهدف الاساسي هو انه بالتاكيد هيحددوا بعض المحافظات التي يعلمون جيدا ان نسبه التصويت بنعم ستكون فيها كبيره جدا، في محافظات توصف بانها محافظات رافضه باجماع كبير للإخوان من بينها المنصورة تحديدا، وبالتالي استهدافها رسالة عشان نخوف الناس ما ينزلوش الاستفتاء، انه احتشدوا خلف الدستور يوم 14 و15 يناير. اعتقد انه هذا هو الرد القوي على الإرهابيين، ان احنا نقول لهم لا، سنواجههم بان نبني وطنا جديدا، لانه لما نضع الاساس بالدستور ثم تكون لدينا انتخابات رئاسية ونيابية، أعتقد أننا سنبني وطنا جديدا يخلو من الإرهاب المسلح، وطن بلا إخوان مجرمين، ووطن يخلو من الإرهاب المسلح. غدا حلقة جديدة إن شاء الله، تصبحون على وطن.